اللي تعرف عن دوراتنا، خلني أعرفك عليها. الشهادة الاحترافية في الموارد البشرية CIBD المستوى الثالث. الشهادة الاحترافية في التأمين المستوى الثالث CII. برنامج منسق الصحة والسلامة المهنية. برنامج الإدارة والتسويق الرقمي. برنامج الإدارة والشؤون القانونية. برنامج المهارات الرقمية. برنامج حراسة الأمن. برنامج السياقة الثقيلة. برنامج الأعمال الإدارية والمهارات المكتبية. برنامج المهارات الصناعية والصحة والسلامة المهنية. والحين من يقدر ياخذ دوراتنا؟ الموظفين والباحثين عن عمل.